مقارنة بين الدول العربية والدول الأجنبية في عدد ساعات العمل لشراء كيلوغرام من اللحم. في الوقت الذي يذبح فيه المقتدرون من المسلمين حول العالم أبقارا وأغناما وخرافا في صبيحة عيد الأضحى امتثالا للسنة النبوية الشريفة، لا يستطيع البعض منهم شراء كيلوغرام لحم واحد سواء من بقري أو غنمي. فكم عدد ساعات العمل التي يحتاجها المواطن العربي لشراء كيلوغرام واحد مقارنة بدول العالم؟ السطور التالية بحثت وراء هذا السؤال، لكن الإجابة أتت مدهشة. ففي الوقت الذي يحتاج فيه المواطن الدنماركي ساعة عمل واحدة لشراء كيلوغرام من اللحم، يحتاج نظيره المصري أكثر من 21 ساعة عمل. معايير المقارنة: اعتمدنا في المقارنة على المؤشر العالمي لسعر اللحوم الذي يتضمن ترتيب 52 دولة في العالم، بينها 4 دول عربية وهي مصر، السعودية، الإمارات وقطر. وقارنا الدول العربية التي تضمنها المؤشر ب4 دول في العالم يحتاج مواطنها أقل عدد ساعات عمل لشراء كيلوغرام واحد من اللحم، وأخذنا في الاعتبار أيضا متوسط سعر اللحم في الدولة محل الدراسة والمقارنة. ويحسب ثمن مقدار كيلوغرام من اللحم وفقا للأسعار المحلية لكل دولة، وينقسم ذلك السعر على الحد الأدنى للأجور في الدولة محل الدراسة. لحساب عدد الساعات التي يحتاجها المواطن الذي يتقاضى الحد الأدنى في بلده لشراء 1 كيلوغرام من اللحم. ساعات العمل: المصري والإماراتي يحتاجان أكثر من 21 ضعف المواطن الدنماركي. كانت قطر هي أدنى دولة عربية في متوسط ساعات العمل التي يحتاجها المواطن لشراء كيلوغرام من اللحم، وهو حوالي 5.5 ساعة بفارق كبير عن منافسيها العرب، إذ تبلغ هذه الساعات أقل من ثلث السعودية التي يجب على مواطنها 17 ساعة لشراء كيلوغرام من اللحم، وفي مصر 22 ساعة، والإمارات بقرابة 22 ساعة أيضا. ومع هذا التميز القطري، إلا أن عدد ساعاتها يبلغ أكثر من 5 أضعاف الدنمارك التي كانت أدنى دولة في العالم في عدد ساعات العمل التي يحتاجها المواطن لشراء كيلوغرام واحد من اللحم. فيحتاج المواطن الدنماركي ساعة عمل واحدة فقط مقابل 1.4 ساعة في جارتها وأقرب منافسيها وهي السويد، و1.5 ساعة في نيوزيلندا، و1.6 ساعة في أستراليا. متوسط السعر: بالنسبة لمتوسط سعر كيلوغرام اللحم بالدولار الأمريكي في البلاد محل الدراسة والمقارنة، فمع المجهود الكبير وساعات العمل الطويلة التي يحتاجها المواطن المصري لشراء كيلوغرام واحد من اللحم، إلا أن مصر هي الأرخص في متوسط سعر كيلوغرام اللحم بحوالي 8.5 دولار، بمتوسط سعر يقترب من نصف سعر اللحم في قطر وهو 16 دولار، ويقل عن النصف بالنسبة للجارتين الخليجيتين المتقاربتين في السعر، الإمارات 18.6 دولار والسعودية 18.7 دولار، اللتين يفرق بينهما في متوسط السعر أقل من دولار. السعر المصري لشراء كيلوغرام من اللحم المميز عربيا كان أكثر تميزا عالميا، فهو يقترب من ثلث السعر في الدنمارك التي فيها سعر اللحم 23 دولار، وهو أقل من ثلث السعر في السويد التي يبلغ سعر اللحم فيها 28 دولار، وأقل من نصف السعر في كل من أستراليا التي فيها سعر اللحم 21 دولار، ونيوزيلندا سعر اللحم فيها 19 دولار للكيلوغرام.